ايه هي الرامات وايه فايدة القطعة دي في اداء جهازها؟ رام اختصار لكلمة Random Access Memory، يعني ذاكرة التخزين العشوائية ايام حصص الحاسب الالي في الابتدائي، والفكرة ان هي بتكون تخزين مؤقت للبيانات بتاعتك وقت الشغل بتاعها، بمجرد ما تخلص الشغل بتاعك كل البيانات اللي على الرامات دي بتروح تماما. بس الرامات مش بتعامل كأنها وحدات تخزين مؤقتة، ده هي بتتعامل مع البيانات اللي بتنقلها من وحدات التخزين زي الاس اس دي مثلا للبروسيسور عشان تترجم من 0-1 للبرامج والالعاب اللي احنا بنشوفها دلوقتي. فالقاعدة زمان كان كل ما تزود مساحة الرام كل ما اداء جهازك كان اعلى، ده الى حد ما معتقد بنسبة ما صحيح. الفكرة في المساحة ان ده كم البيانات اللي تقدر تنقلها الرام من وحدات التخزين للبروسيسور، لكن في عوامل تانية بتأثر في أداء الرامات زي سرعة الرامات اللي بتتقاس بالميجا هرتز، وده معدل البيانات اللي بتتنقل في الثانية الواحدة. كل ما زاد الميجا هرتز بتاع الرامات أو كل ما زادت سرعة الرامات كل ما كان أداءها أحسن. في حاجة تانية زي الكيس لاتنسي اللي هو زمن التأخير، وده بيكون الوقت اللي بيقول فيه المتحكم الرامات للرامات اتعاملي مع الجزء ده طبعا ببساطة. فكل ما قل التايمينج كل ما كان أحسن، كل ما كان في بوتنشال لكسر السرعة. في عندك حاجة كمان زي الفولت ده كل ما قل كل ما كان درجة حرارة الرام كل ما كانت احسن، كل ما كان برضو فيه بوتنشال لعملية كسر السرعة. فكان وجود رامات بالمواصفات دي من سرعة عالية ومن توقيت اقل ومن فولت اقل احسن اختيار للجهاز بتاعك. بس كان مردود حاجة زي كده على الالعاب وعلى البرامج قليل جدا، بس كنا متعايشين مع حاجة زي كده وكان ده انطباعنا عن الرامات في الوقت ده. بس في الحقيقة مع الدي دي ار 4 الدنيا اتشقلبت خالص، لقينا رامات مساحتها اكبر وسرعتها اعلى وفولتها قليل والتايمينج بتاعها كان زي الزفت، لان التوقيتات بتوصل ل 15 و16 وفي ارقام اعلى كمان من كده. ومن هنا يعتبر الدنيا عكت خالص، لان الدي دي ار 4 الى حد كبير جدا ما قدمش اي جديد عن الرامات في الفتره اللي فاتت. الشيء المشترك في الوقت ده ان البروسيسور في الاوقات دي ما كانش قادر يتعامل مع الرامات بالمواصفات دي، سواء كان في الدي دي ار 3 او كان في الدي دي ار 4، لحد ما ظهر في اخر النفق المظلم بصيص امل اسمه رايزن. اي ام دي لما اعلنت عن رايزن كان عندها شويه مشاكل في الرامات، فجت في شهر يونيو نزلت ابديت اسمه اجهزة 1006. الابديت ده المفروض ان هو كان هيقدم كومباتيبلتي ما بين البروسيسورز وترددات الرامات اللي بتوصل ل 4000 ميجا هرتز، لكن الموضوع ما كانش مجرد دعم الرامات بسرعه عاليه، لا ده الموضوع اتنقل لحته تانية، فانه مع كل زياده في الميجا هرتز اللي هي سرعه الرامات كان بيقابلوا اداء سواء كان في برامج المالتي تاسكينج او الالعاب على ريزوليوشن زي ال 1080. والفكرة ان ده الريزوليوشن الوحيد اللي بيبان فيه اداء البروسيسور مع الالعاب، لان بعد كده الاداء بيشفت من البروسيسور للجي بي يو، فبالتالي ما بيبقاش فيه اي احتياج للبروسيسور في الالعاب مع الريزوليوشن العالي زي ال 2K او ال 4K. زي ما شفت في النتائج ان نظرتنا للرامات اختلفت، فانت دلوقتي الرامات بالنسبة لك بقى جزء ممكن تقدر ان انت تدور فيه شوية، بحيث ان انت تاخد رامات تديك اداء اعلى سواء كان في البرامج او في الالعاب على ال 1080. في النهاية AMD اضافت شيء جديد لعالم الهاردوير، وهي معمارية زين اللي خدت 4 سنين من الخسارة عشان AMD ترجع لنا بالشكل ده. انا مش بقولك اشتري AMD، مع اني بصراحة اشجعك ان انت تعمل حاجة زي كده، بس AMD ارغمت انت ان هي تنزل معماريتين في سنة واحدة بس، مع ان في كمان تسريبات ان في معمارية تالتة هتنزل في الفترة الجاية، وكل ده عمر عائلة رايزن ما كملش سنة واحدة بس. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا اللي بنتكلم فيها عن اداء AMD مع الرامات وباقي مكونات الجهاز اللي اضافت شيء جديد لعالم الهاردوير. شاركونا في التعليقات ارائكم عن معالجات AMD وانت ناوي تشتري ايه الفترة الجاية، وما تنساش تعمل لنا لايك لو الحلقة عجبتك وسبسكرايب لقناة عرب هاردوير. اشوفكم في الحلقة الجاية.